نظرية لويس، قال لك الحمض مادة تكتسب زوج من الإلكترونات، مادة تكتسب زوج من الإلكترونات. يعني إيه؟ يعني عندي هنا أدي أي مركب فيه زوج من الإلكترونات زي H2O، ومركب تاني وليكن H موز. المادة اللي تعطي الزوج ده قاعدة، المادة اللي تاخد الزوج ده حمض. يبقى مادة تكتسب زوج من الإلكترونات بسميه أي شيء أي موز. الجزيئات التي ذرتها المركزية لا تحتوي على زوج، المستقرة وغالبا تحمل على تكسيدة موجب، يبقى أي شيء موجب أو ما فيهاش أزواج دي بنقول عليها حمض. القاعدة في لويس مادة تمنح زوج أو عليها شحنة سالبة زي أي شيء على زوج. لو فرضنا مثلا قلنا هنا ده زوجين في ال H2O، ال NH3 عليه زوج، ال B H3 عليه زوج، خلاص ال أدي عملنا H2O، ال NH3 نفس الطريقة، يبقى دي فيها وعندك OH سالب، عندك F سالب، كل ده قاعدة لويس. يبقى المادة المستقبلة لزوج من الإلكترونات هيكون اسمه إيه؟ المستقبل اللي ما عندوش بيسمى وفق قاعدة لويس حمض لويس، إنما المعطي زوج بسميه قاعدة لويس.